الحين رايحة إيكيا عشان أجهز حق غرفة مكتبي. شريت المكتب قبل كم يوم شريت طاولة مع شلفز وايد حلوين ركبناهم مع بعض. أوريكم الفكرة وايد حلوة أي شخص يقدر يسويها. والحين رايحة أشتري بوكسز وبشوف إذا في أشياء حلوة أشتريها حق زينة حق المكتب راح أخذ. دشينا له بس شرينا كم بوكس وخذينا شو يسمونه الزرع وطلعنا. يعني يمكن قعدنا ساعة داخل إيكيا. زحمة مو طبيعية عند الكاشير والناس وايد وايد وايد. يعني ما أدري ليش، يمكن عشان التنزيلات ما أدري، بس التنزيلات حيل من زمان وبعد أسبوع لي قدام، فما أدري ليش. One minute, 37 seconds later. وهذيل 16 كرتون خلصناهم فتحناهم كلهم. مكتبي كل شيء تمام، حطيت البوكسات، بس هني ما في بوكسات. انصدمت بسبة ان الحدايد والطاولة، الطاولة شلون هني ثق، فمو راضين يدشون الكراتين اللي عندي بسبة هذه الطاولة شلون نازلة لتحت، فمو راضي. والحين عندي اربع بوكسات عندي وراضي يدشون. حسافة والله، كان وايد حلو لو دشوا، راح استفيد من هالمساحة كلها. هذه الطاولة انا ماخذتها من ايكيا، الطاولة وايد مفيدة، صايرة شلفز مع طاولة. المساحة داخل هالبوكسات وايد كبيرة وايد حلوة. وهذه هي الطاولة، بس لو مو هالاربع بوكسات ما كانوا راضين يدشون كان صار عندي وايد مساحة كبيرة. اتوقع راح ادور لي على بوكس صغير يكفي هني عشان استفيد من المساحة هذه كلها. انا قلت بحط ورد هني نهاية فوقها، يعني فوق الطاولة هذه. خلينا نشوف شنو بسوي. حلوين، صاروا وايد ناعمين. قاعدة افكر ان ارسم على هالطوفة، ارسم بهالمساحة راح يصير الشكل وايد حلو. ان شاء الله عجبكم الفيديو، وبليز كتبولي بالكومنتس تحت شنو اقدر اضيف على غرفتي عشان تصير احلى. واشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله. باي.